يضرب بسيفه من حديد فنهرب قائلين إنه يقل أدبه علي. اذهبوا أين أبا رباح؟ العقوبات لاحقا. أين أبا رباح؟ أصمت 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 يا غلام. إنه الأمير لنا. لا تتفوق. اسلم من قال سالم اسلم. أنت مرحبا بك أنتم معاونيك. أبقاك الله. و الحمد لله على انتصار. شوف عندكم معركة قبل شوي. نعم نعم رشيد بن طاحوس وأنهيناه. أرب رأس سالم من الباب. شوي قليلا بس. يا مرحبا. رميناه وهو ينادي صاع في الصاع لا أعلم ماذا يقول. اسلم. الله يحييكم. الله يحييكم. والكلام عند أبو رباح. ماذا يقولون؟ ماذا تريدون أنتم؟ إنهم من نعم الأعراب إذا. نعم نعم. نعم نحن من قوم رشيد. ماذا؟ ماذا؟ نحن من قوم رشيد. وأنت من أي قبيلة أنت؟ أنتمي إليكم. قبيلة ماذا؟ قبيلة آل مرة. أبشر بعزك. يا الهول. طول عمرك. من أي قبيلة؟ أكرر عليك هذا السؤال. أنا. نعم. جاوب وإلا عذاب. تحدث. أنا من قوم بني وائل. ونعم القبيلة. أفضل القبائل قبائل بني وائل. ولكن نحن هنا في قوم رشيد بن طاحوس. ماذا تريد أن نفعل؟ اسلخوا جلده وقطعوا أذانيه. ولماذا؟ ولا تدعوا له فرصة حتى ينبس بكلمة. اجلس. هيا اجلس اجلس. السيف السيف. هل هو سالم؟ فقعنا عينه. هل أنت جنتل؟ أنا فنتل. أين سيفك؟ سيف الهيبة 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 الهيبة. لا تهرب. اسكت حتى يطلب منك القائد الكلام. لحظة. لا تتحدث. يشفع له رجل من بني مرة الله يطول. فيقوم منتصرا. الله يبيعك. كفو كفى الطيب. هيا اضطجع ودع. رجال من بني مرة يتكلمون. ونعم القبيلة الذي أنتمي إليهم أيضا. عليك زود على السامعين. لا عليكم زود. لا عليكم زود. لا تتقدم على الجنت. كمر. فيها أحد عنده مشاركة من الشعراء؟ تتفضلون. فلتلقي القصيدة. وراك ليل أسود. معنا مخلد الغامدي. تتفضل. اهلا وسهلا مخلد الغامدي. تتقدم. انه شجاع. اريدك ان تتقدم. انه شجاع ولكن تفضل. ماذا قال؟